هدي طه وقبله مروا كثيرا أنبياء أرض النبوة والحضارة منذ عصور ماضية والخير بين ربوعها يزهو عصورا دانية أرض مباركة هي وعلى فؤادي غالية وعلى فؤادي غالية بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين حديثنا اليوم عن أعظم ملوك بني إسرائيل على الإطلاق وهو ثالث الملوك الذين حكموا جميع بني إسرائيل ملك الأول طالوت والد داود فكان سيدنا سليمان الذي حكم كل اليهود فلسطين سواء المملكة الشمالية السامرة أو مملكة يهوذا فكان حقيقة هو الحاكم الفعلي لجميع اليهود وبعده تفرق اليهود في عهد ابن رحبعام سيدنا داود عليه السلام ورث الملك عن أبيه سيدنا سليمان ورث الملك عن أبيه داود عليه الصلاة والسلام أبو داود مات عادي وأبناؤه من بعده أراد أن يكون له الملك فالله عز وجل اختار سليمان ليكون نبيا وملكا فقد أوتي داود عليه الصلاة والسلام العدل وأوتي سليمان عليه الصلاة والسلام الحكمة وأوتي الملك العظيم والحكم العظيم لكل هذه الأمم التي لا نعرفها اليوم مثل الإنس والجن والطير والحيوان والريح وكل ما لا يخطر على بال أحد هذا كله حدث في أرض فلسطين في داخل أرض فلسطين وكله نرتبط به نحن المسلمون حتى تجديد البناء في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام وهنا نقطة خلاف أساسية وجوهرية بيننا وبين أو نقطة يعني خلاف وصراع أساسية بيننا وبين الاحتلال ليس سليمان عليه الصلاة والسلام أول من بنى المسجد الأقصى وإنما هو جدد بناء المسجد الأقصى المبارك حقيقة الاهتمام بسليمان اهتمام كبير جدا لأمور الأمر الأول أنه مدة حكمه كانت طويلة ما يقارب 40 سنة تقريبا أو 39 سنة سليمان عاش حوالي 52 سنة فقط وتوفي عام تقريبا 932 قبل الميلاد لكن نتكلم عن 40 سنة من حياته قضاها في الملك وأخذ الملك وهو صغير سيدنا سليمان ابن داود الملك وربنا عز وجل أعطاه الملك سيدنا داود أوصى بالملك لابن سليمان لذلك ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام انطلق بحكمه المسلم الحقيقي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين هكذا ينص سيدنا القرآن الكريم وأيضا على لسان سليمان عليه الصلاة والسلام كتابه إلى سبأ يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وارد أن سليمان بنى مسجد مش معقول يعني سليمان عليه السلام انه يترك اي بقعة في القدس ويترك المسجد اللي هو اصلا بعد المسجد الحرام ب40 سنة في الحديث الصحيح والمسجد الحرام قبل ابراهيم بكثير
والمسجد الأقصى قبل إبراهيم عليه السلام بكثير برضو، ولكن إعادة البناء، فأعاد سليمان البناء في الحديث الصحيح. ولكن جيد أنه نذكر هنا أنه لما بنى بيت المقدس سليمان دعا ثلاث دعوات، تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن تنتين استجيبن، الآن مش معنيين فيهن لأنه تم استجابتهن لسليمان، وفي ثالثة بقيت يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستجاب، يعني بمعنى آخر هو استجيبت لأنه استجيب تنتين والنبي دعا والرسول أكد. إيش هي الثالثة؟ إنه أي إنسان يزور يسافر إلى هذا البيت يذهب إليه بقصد فقط، ما لهش قصد من الذهاب إلى هذا المكان إلا الصلاة فيه، أن يرجع وقد يعني غفر له. اليهود داود عندهم يعني صحيح ارتكب معاصي، ولكن لما وصفوا سليمان شو قالوا؟ ولم يكن بارا كأبيه، يعني معناته تعتبر أبوه بار، على الرغم من أنهم أنه بتهموه بقضايا لا تليق بإنسان عادي، بإنسان عادي، ومع ذلك بتجدهم فكرتهم عن داود أحسن من فكرتهم عن سليمان. وعندهم اليهود نبوءة مهمة جدا أنه سيأتي المسيا المسيح أو المشيح من نسل داود عليه السلام، سينصر بني إسرائيل على أعدائهم، فكان حقيقة الأمل معقود على سليمان. سيدنا سليمان نشأ في بيت المقدس، ولد في القدس، وكان ملك بني إسرائيل جميعا، ووحد بني إسرائيل توحيد كامل، وكان آخر ملوك الذين كانوا ملوك على جميع بني إسرائيل. حدود مملكة سليمان طبعا لها مواصفات، كانت تشمل جزء من، طبعا تشمل فلسطين، تشمل جزء من لبنان، تشمل جزء من سوريا، تشمل جزء من الأردن، وتصل برضو إلى جزء من العراق. مملكة سليمان كان إذن مش فقط فلسطين، ثم جاء القرآن وخبرنا أنه جت امتدت كمان لليمن، جت امتدت لليمن، فكان أوسع. فبالتالي كيف كان حركته، وين عاصمته، ما بتعرفش، ولكن أنه كان بنى في هذا المكان، أعاد بناء المسجد بدليل قول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما بنى سليمان عليه السلام بيت المقدس، كان حقيقة له قوة هائلة جدا، استطاع أن يبسط نفوذه ليس فقط على فلسطين، وإنما فلسطين، الأردن، الشام، الجزيرة العربية، بلغ نفوذه لليمن، بلغ نفوذه للشرق، العراق، تزوج بنت فرعون مصر، وأصبح له علاقات واسعة جدا وهائلة جدا. نتكلم عن أعظم ملوك بني إسرائيل على الإطلاق. لذلك حقيقة يجد اليهود في سليمان بغيتهم وضالتهم في مسألة ما يعتقدون بمسألة الهيكل. الهيكل عبارة عن معبد قد وعدوا ببنائه، والذي سيبنيه واحد من أبناء سيدنا داود عليه السلام، فاعتبروا أن سليمان هو الذي بنى الهيكل. وحقيقة كلامهم ما هو إلا زعم، ما هو إلا زعم، لم يقم عليه أي دليل تاريخي ولا دليل علمي. يعني الحفريات وصلت إلى أعماق 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 بيت المقدس، داخل بيت المقدس في الأسفل تتكلم عن سرادق وأنفاق بآلاف الأمتار المكعبة، مع ذلك لم يجدوا أي دليل حقيقة يثبت وجود ما يسمى بالهيكل المزعوم أو المعبد المزعوم. في إشارات بتدل على أنهم كانوا مقموعين في زمن سليمان، مقموعين، يعني سليمان بده العدالة وأوسع من قضية بني إسرائيل، وهم بدهم إياها عنصرية،
لذلك بيحقدوا على سليمان كثير. مشكلة بني إسرائيل مع الأنبياء إنهم بدهم الأنبياء كما يريدونهم، بمعنى بده النبي يفصلوه زي ما بدهم هم، وهذا حقيقة ما لم يكن. النبي حقيقة جاء في الأساس بدعوة حق، بدعوة هداية، هم هدى لا قضاة، والدعوة كانت دعوة للبشرية، دعوة فيها الرأفة والحلم والأناة ونشر الخير لبقاع الأرض كلها. لكن حقيقة بني إسرائيل عندهم إشكالية، إشكالية الأناة، إشكالية شعب الله المختار، إشكالية أنه بدهم كل إشي. فإذا لم يجدوا في هذا النبي ما يسعفهم في أخذ كل شيء، سيكون هذا النبي يلقى عندهم في مزبلة تاريخهم. لكن عندنا إحنا لا، النبي معزز مكرم، النبي معصوم. كل الأنبياء حقيقة على العين والرأس، ومن يكفر بأي نبي فليس بمسلم، سواء داود، سليمان، عيسى، موسى، أي من الأنبياء بني إسرائيل أو غيرهم. سليمان كان حازم معهم في الوقت اللي هم بيريدوها عنصرية، كان سليمان يريدها دولة عدل، وكان ملك ضمن ملكه بني إسرائيل، ولكن هو مع أبوه لما قال الله سبحانه وتعالى وأتينا داود زبورا، معناته في مرحلة جديدة ممكن بتختلف عن التوراة. وبالتالي وثم الشعوب الموجودة تحت ملك سليمان، احنا لاحظنا القرآن أشار مثلا لليمن انه كانت ضمن حكمه، وجاب قصة بلقيس، قصة اليمن. اذا المسألة مش فقط شعب واحد كان ضمن ملك سليمان، فبالتالي لكن اليهود كانوا شاعرين انه احنا اللي لازم نكون، وبالتالي قالوا انه معظم، هم قالوا انه معظم جنود داود وسليمان كانوا من غير اليهود. بني إسرائيل سبحان الله حتى أنبيائهم العظام الكبار يسيئون لهم. يعني تخيل أنهم يعتبرون أن سبب دمار بني إسرائيل هو سليمان. كيف؟ أنه سليمان كان يحب وتزوج بنت الفرعون المصري، ولم تكن على دين الله جل وعلا، لم تكن أصلا عندها دين إسلامي حنفية سمحة أو يهودية أو غيرها من ديان السماوية المعتبرة، وكان هذا محرم في دينهم، فاعتبروا أنه هو انقاد نحو شهوته لزوجته، بالعكس انقاد نحو عبادة قومها، حتى يقولوا عن سيدنا سليمان أنه بنى لها معبد وثني في القدس، وهذا طبعا كلام باطل وزور وبهتان لم يثبت عليه أي دليل. ويعتبروا أنه ما جرى لبني إسرائيل من تفسخ بعد سليمان كان سببه سخط الله عز وجل عليهم بسبب ما فعلوا سليمان، وهذا كله زور وبهتان. أجوا قالوا لابن سليمان اسمه رحب عام، قالوا له أنه بدنا النير اللي وضعه أبوك في أعناقنا تزيله. تصور شو يعني النير اللي هي اليوم تشبه كيف الخشبة اللي بتوضع في رقبة البقرة مشان نحرث عليها، وهذا كان زمان يستخدموه في الأسر، يضعوه في الرقبة والإيدين. هذا كيف اليوم لما نقول نير العبودية، تمام؟ فقالوا له النير اللي وضعه أبوك في أعناقنا بدنا نزيله. قال لهم أمهلوني، أمهلوه 3 أيام يعطيهم جواب. استشار مشايخ اللي عنده الكبار في السن، رجع لبني إسرائيل وشو قال لهم؟ إذا كان أبوي أدبكم بالصياط أنا أؤدبكم بالعقارب. معناته كل هذا يشي، هذا روايتهم هم، إذن هذه روايتهم هم الآن في كتبهم المقدسة. إذن هم فعلا حاقدين على سليمان، ثاروا على ابن سليمان نتيجة هذا الرد، وصارت الانشقاق في الدولة فيما يسوى الدولة الشمالية إسرائيل وعاصمتها، يعني تقدر نقول سباستيا يعني في نابلس، منطقة نابلس، والدولة الجنوبية وعاصمتها القدس اسمها يهوذا، الشمالية اسمها إسرائيل، الجنوبية اسمها يهوذا. سيدنا سليمان بما أنه كان عنده قدرات خارقة من حيث إخضاع الجن له والكلام مع الحيوانات، نسجت حوله كثير من الخيالات والإسرائيليات الباطلة. طبعا هم بيوصفوا أنه حكيم، ولكن لا يمنع من أنهم يوصفوا أنه حكيم أنهم يقولوا أيضا عنه أنه كان ظالم، وكان وعبد الأوثان إرضاء لزوجاته الوثنيات. هم بيقولوا كانوا زوجات وثنيات كثير يعني من غير بني إسرائيل، تمام؟
عبد الأوثان ولم يكن بارا كأبيه ومات كافرا وكان ساحرا. وبالتالي القرآن أشار إلى هذه المزاعم لما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شو يعني على ملك سليمان؟ يعني هذه تهمة العالة. كيف لما نقول فلان يكذب على فلان، فلان يكذب على فلان بشك، واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلوهن يعني بتقول كلام كذب، كيف يعرف أنه كذب؟ على واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تصور هم لما بيقولوا بيزعموا انهم لهم علاقه بسليمان، تيجي بتنظر في القران تجد صوره سليمان صوره جميله في غايه الرقي، ثم تنظر عندهم بصوره مختلفه. طب مين اولى بمين؟ مين اولى بمين؟ ثم ننظر الى داود في القران صوره جميله جدا، ثم ننظر لداود عندهم. اذا مين الاولى؟ مين الاولى بداود؟ مين الاولى بداود ومين اللي اولى بسليمان؟ تمام. ومن قبل هيك مين اللي اولى بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. أكثر قوم بعث لهم أنبياء بني إسرائيل، سيدنا داود لبني إسرائيل، سيدنا سليمان لبني إسرائيل، سيدنا عيسى لبني إسرائيل، يوسف لبني إسرائيل، يعقوب لبني إسرائيل. بني إسرائيل تتكلم عن مئات الأنبياء والرسل حقيقة، لكن من أصعب الشعوب على الإطلاق تعاملا وإقناعا هم بنو إسرائيل. تتكلم عن مئات الأنبياء والرسل، ما قتلوا، شوهت سمعتهم، عذبوا، طردوا. تتكلم عن أمور عجيبة حقيقة وغريبة حدثت مع بني إسرائيل. تتكلم عن محاولة قتل سيدنا محمد عدة مرات، تتكلم عن محاولة صلب سيدنا عيسى وقتله لولا أن الله عز وجل عصمه ورفعه إليه. إذن تتكلم عن قتلة أنبياء، ما بالك بتشويه سمعة أنبياء وعدم اتباع رأي الأنبياء. حقيقة ملك سليمان كان مبسوط على ثلاث أماكن رئيسة. المكان الأول نابلس الشمال، المكان الثاني القدس في الوسط، المكان الثالث اللي هو الخليل في الجنوب. وكانت هذه مراكز، يعني نتكلم عن نابلس مركز شمال، القدس مركز وسط، والخليل كانت مركز جنوب. فكان هو يملك الأماكن الثلاث. طبعا ملكه كان مركزه في القدس، لكن كان سطوته وسيطرته أيضا على الشمال وعلى الجنوب. في آخر حياته أصبح ملكه مقتصر على الخليل، الخليل فقط. فنحن نتكلم عن حركة دؤوب كانت بين هذه الأماكن الثلاث، لأنه كان يستعرض الخيل، لا شك أنه يستعرضها في هذه الأماكن. قال إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فقال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، القصة المشهورة. النمل يظهر أنه أيضا كانت في فلسطين حقيقة. يعني هذه الأحداث كلها تتكلم عن منطقة جغرافية محددة كان سيدنا سليمان يتعاقب عليها. السؤال الأهم حقيقة أنه لماذا نحن أحق من اليهود في فلسطين؟ الأسباب كثيرة. السبب الأول سبب تاريخي. تاريخيا اليهود أصلا مش فلسطينية، أهل فلسطين هم الكنعانيين، الكنعانيين عرب، هم أجدادنا. اليهود أصلا جاءوا من العراق، جاءوا من أور، جاءوا هم عراقيين في الأصل، كلدانيين. إذا بنرجع لأصولهم كانوا مع الكلدانيين ولم يكونوا كنعانيين أصلا، لذلك هم وافدين حقيقة على بيت المقدس. لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى في التوراة وفي الإنجيل هم يعترفون أن سيدنا إبراهيم أبوهم إبراهيم جاء من العراق. هذا متفق عليه عند المسلمين وعند اليهود وعند المسيحية في الأصل، إذا يتكلمون عن سلالة لم يكن أصلها في أي يوم من الأيام في بيت المقدس. على مستوى الآثار واضح لحد الآن مخفقين. يعني حتى مثلا تعال في موضوع الهيكل، هو عندهم أقوال كثيرة في الهيكل، وين الهيكل؟ هنا 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 هنا. طيب عندهم وفي عندهم علماء تاريخ بثبتوا أنه الهيكل منطقة الأقصى ما لها علاقة بالهيكل، بثبتوا هذا الكلام. تمام. وحتى موضوع جدار المبكى هم يعني أكثر ما بيقولوا أهل التاريخ أنه هذا هو بناء هيرودوس. هيرودوس ما هو أصلا ما كانش يهودي، لكن كان يعني اليوم الرومان واضعينه حاكم على اليهود وكان ظالم وباطش الرجل، يعني مش مسألة.
لكن موضوع الهيكل احنا سبق قلنا انه هذا له علاقة بالتابوت وحفظ التابوت، مش مكان العبادة الجماعية. اذا كان هناك ما يبحثون عنه من هيكل او من قصر فهو في مكان اخر، ليس هذا هو المكان وليس هذا هو العنوان. انا اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذا الموضوع حينما ذكر ان سيدنا سليمان بنى في المسجد الاقصى وان هذا المكان هو مسجد، وذكره باسم مسجد ولم يذكره باي صفة اخرى. حقيقة لسيدنا سليمان هو من باب الصناعة التاريخية، الصناعة الهوليودية لمشهد المعبد الذي يعتقدونه موجود وهو غير موجود، ويحاولون من خلال هذه الرواية التاريخية المكذوبة حقيقة، مش مكذوبة دينيا فقط، لا حتى مكذوبة علميا وتاريخيا وبالحفريات بالأدلة الطبيعية، يحاولون حقيقة أن يتكئون على هذه الروايات لهدم بيت المقدس وإنشاء معبدهم المزعوم الذي يسمى الهيكل. مدرسة كاملة فقط في قصة سليمان مع النملة. من ضمن الأمور حقيقة فيها يعني أكثر من 10 عبر، لكن من ضمن الأمور الرائعة حقيقة التي علمتنا فيها هذه النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حقيقة تعلمنا النملة إنه الأصل بأي مجتمع إذا أراد أن يكون قوي لابد أن يكون إيد وحدة. النملة ما قالت اللهم نفسي وهربت للأرض أنا وما وراء الطوفان، وإنما قالت نملة يا أيها النمل، العقل الجمعي، هذه أمتكم أمة واحدة. إذا إحنا خفنا أهل فلسطين على أهل الشام وأهل الشام، أهل الأردن أهل الأردن، أهل العراق أهل العراق، أهل باكستان وأهل باكستان أهل المغرب، سنكون أمة واحدة سننتصر. لكن إذا كنا وحدويين حقيقة بالعقلية الفردية التجزئية لا يمكن أن ننتصر. من الأمور الجميلة حقيقة وهي إعجاز علمي، قال لا يحطمنكم سليمان، ما قالش لا يفعصنكم مثلا، يحطمنكم التحطيم يكون للزجاج. ثبت علميا انه النمل التركيب الخارجي الهيكل مكون من ماده اسمها الكيتينين، هذه الماده هي كالزجاج، هي كالزجاج بحيث انها تكسر كسر، بحيث انه اذا انت دعست عليها بتتكسر. لا يحطمنكم كما يحطم الزجاج بالضبط. نموذج داود ونموذج سليمان عليهما الصلاة والسلام بالنسبة لنا كمسلمين هو نموذج نبوي مذهل هائل عظيم، خاصة أن داود عليه الصلاة والسلام نزل عليه كتاب في تلك الأرض، وفي هذا الكتاب نص الله عز وجل على الآية الوحيدة التي نجت من هذا الكتاب وهي موجودة في القرآن في كتاب الزبور ووردت الآن في القرآن الكريم، وهي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فورثها داود لأنه صالح. ومن بعده كان سليمان عليه الصلاة والسلام رجلا صالحا عظيما، بل كان من أعظم ملوك الأرض. كان سليمان عليه الصلاة والسلام واحدا من أعظم الأنبياء الملوك أيضا الذين حكموا في هذه الأرض بالعدل والحكمة والموعظة الحسنة.